حواوشي محروس تلوث دوت كوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بكام سندوتش الحواوشي؟ في ب10 وفي ب15. الفرق ما بينهم ايه؟ ابو 10 لحمة كلاب وابو 15 لحمة حمير. اقنعتني. بتكسب الشغلانة دي بقى على كده؟ ايه اللي بتكسب يا باشا؟ ده كان زماني عندي قصر وعربية، بس منه لله الحشيش والبرشام بقى، مضاع فلوسي عليهم. ما اللي بيجي من الحرام بيروح من الحرام برضه، ما بيدومش. بتقول ايه؟ لا ولا حاجة. بتشتري الحاجات دي بقى؟ ايوه يا باشا، لو معاك كلاب او حمير محسوبك اولى من الغريب، وبسعر مظبوط كمان، مش هموتهم لك. وانا اقول الكلاب والحمير شحة من المنطقة ليه؟ يا تريكة يا حسن يا تلوث اكلتها للناس. بتشتري قطط؟ لا يا باشا، ما بيبقاش فيها لحمة يا باشا، وحرام يعني نأكل الناس قطط. اي نعم انا بأكلهم كلاب وحمير، لكن حرام قطط يا باشا. والا الحرام يا باشا، الا الحرام فعلا. الا الحرام، الا الحرام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. توكا يا هاني توكا يا بيه، توكا معايا انا بجني. توكا يا هاني توكا يا بيه، توكا معايا انا بجني. شنطة هدية كمان مجاني يا بيه، ما تيجي تاخد توكا يا بيه. اخد توكا انا اعمل بيها ايه؟ يا باشا الرجالة بتلبس توكا اليومين دول، دي موضة يا باشا. موضة اللي البس توكا؟ لا يا عم. طب خد لعيالك يا باشا. ما عنديش عيال اصلا. طب خد لمراتك يا باشا، مش متجوز. طب خد لحبيبتك يا باشا، ما عنديش حبيبة اصلا. انت بتهمني ولا ايه؟ طب غلطت عندك يا باشا؟ لا انت واخد غلطتك عندي ازاي يعني؟ ده انا لسه عارفه. طب وغلطتك عندي؟ بقول لك انا لسه عارفه. طب ورحمة امك؟ امي عايشه الحمد لله. طب ورحمة ابوك؟ ابويا عايش الحمد لله. طب ورحمة ستك؟ ستي عايشه. يا عم انت عايز تموتهم لي ليه يا عم؟ طب ورحمة جدك؟ يا عم عايش. طب ورحمة جد ابوك اللي ما شفتوش؟ لا انت واخدها باش. علشان خاطر جد اللي ما شفتوش بس هاخد منك. عارف لو كنت شفته كنتش خدت منك. الحمد لله. الحمد لله على ايه؟ اللي انت ما شفتوش. ايه؟ انا بقول لك انت ممكن تعمل موضه بشويه التوب دي وتطلع موضه جديده. ودي بتتعمل ازاي دي؟ هعملها لك انا دي بقى يا باشا، سيبها عليا. هعمل لك التوب كلها. ماشي. شباب لابس توكا كمان ومفكرها موضه يا زمان، لابس مقطع وفاردها ومفكرها الجولانات. اديله ميداليا يا زمان، قول له انت كنت راجل يا مان، والزمن لف ودار خلاك العكس تمام. ايوه معايا خيار، معايا طماطم، معايا فلفل، كله ب10 20. بكام كيلو الخيار؟ ب20 جنيه. يلا اوزن لك كيلو ربع ب28. من اولها كده ناظر. كيلو ربع ب28، الكيلو اصلا ب20. تمام. بتقول حاجه يا باشا؟ لا انا هاخد الكيلو ربع ب20. كيلو ربع ايه اللي ب20 يا باشا؟ كيلو البطاطس بكام؟ كيلو الزيت بكام؟ كيلو السكر بكام؟ بص الحشيش بكام؟ بص البرشام بكام؟ كيلو البتاع بكام؟ كيلو اللحمه بكام؟ كيلو الليمون بكام؟ يا باشا كيلو الليمون بسعر كيلو اللحمه. عارف اللي لفت انتباهي في كل دوت؟ كيلو البتاع بكام؟ اه؟ كيلو البتاع بكام؟ مش هتعرف. عارف ليه؟ عشان انت بتبيع خيار، ما بتبيعش كل ده. يا باشا الدنيا غاليه. عندك حق، الدنيا غاليه، بس مهما حصل ما ينفعش ننصب على بعض ولا نحل بالنصب ابدا. اظن انت فهمت صح. وبكده يكون خلص الفيديو. مش هقولك انزل اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان تشوف كل الجديد. وشي تشوف كل فيديو جاي. سلام.